طب ده النجاح العملي بقى. ندى الجزار ام البنتين، عشان كده اهتميتي بالاطفال. انت بتقولي اهتميتي بحاجه اسمها الاطفال اذكياء عاطفيا، ده ايه وطبقتيه على بناتك ازاي؟ يعني بدات المبادره في البولينج، انتي بولينج، ازاي ان انا بتاكد على التنمر. التنمر. فلقيت ان الاطفال بتيجي تقول لي ان مامي في تنمر في المدرسه ومش عارف ايه. بدات اشتغل على الذكاء العاطفي واستخدم البرمجه اللغويه العصبيه في ان انا ازرع الثقه بالنفس للاطفال، احسسهم ان هم ياخدوا بالهم من نفسهم. من سن ايه لو ام بتسمعك؟ من سن 8 لحد مثلا التين ايجينج لحد 19. حلو جدا. ببدا ان انا اشوف طب انت عندك مهارات ايه، تعالى كده لما نشوف. وابتدي يكون في مرونه شديده في المرحله دي ان انت تقدري تغذي عقل الاطفال، لان هو بياخد بيرسبشن معين، ولمجرد ان انا بغير له البيرسبشن ده بيبتدي يشوف نفسه حلو، يبتدي يشوف الجوانب الكويسه عنده، لان هو تركيزه زي ما قلتي يا هبه تركيزه كله على الحاجات الوحشه. طب ما انت عندك حاجات كويسه بس انت مش شايفها. ده الذكاء العاطفي عند ده الذكاء العاطفي، ولا بيستدعيها ولا شايفها. ولا هو شايفها. بصي، اي انسان في الدنيا بيتميز دايما بيكون في لحظه فارقه في حياته هي اللي بتزقه ناحيه التميز او الياس والاستسلام، هي بيسموها الكريتيكال بوينت. صح. اللحظه الفارقه في حياتك اللي خليتك اخذتي القرار ان انت هتدخلي المجال ده او انك هتتميزي فيه، كانت ايه؟ انتقالي من الجوده للتميز. يعني انا بدات الاول في الجوده، وبعدين لا، حبيت النضج. لما النضج بيعلى قوي بتبقى حاجه اسمها التميز. انا عرفت انه مرض والدتك كان له دخل في الموضوع. ده حرك فيكي حاجه؟ حرك فيا الجانب المجتمعي. يعني انا كنت الاول بشتغل ومبسوطه بشغلي، بس كان عندي نون فولفيلمنت، يعني حاسه ان انا محتاجه ادي للسوسايتي اللي حواليا. وده انا بجد بقول مهم جدا، لان ده بيفرق جدا في الانسان ان هو يدي جيفنج باك، يعني يدي للكوميونتي اللي حواليه ويساعدهم. فبدات اشوف تاثير ماما لما ماتت بالسرطان، كانت تجربه صعبه جدا وقاسيه جدا. بدات اشوف ان هي قد ايه اثرت في الناس، في ان هي ساعدت ناس حواليها، في ان هي يعني ألهمت. وهي اثناء المرض واثناء المرض كانت في حياتها، يعني الليجاسي بتاعتها، يعني اللي هو التاثير بعد الممات. فبدات افكر بطريقه مختلفه. انا ات فيري يونج ايج، يعني حوالي مثلا كنت 27 سنه، كنت حاسه انه ايه ده، يعني طب احنا بنعمل ايه في حياتنا؟ مش مجرد ان اشتغل وارجع البيت، انا محتاجه ان انا الهم ناس حواليا، محتاجه ان انا اشتغل على مبادرات مجتمعيه. فبدات بقى موضوع الكوتشنج ان انا اولا اشتغله كمهنه كمان، وفي نفس الوقت كمبادرات مجتمعيه.